ملحمة خالدة في التاريخ المصري وتجسيد حقيقي لبسالة الشرطة المصرية في مواجهة المحتل. إنها معركة الإسماعيلية المجيدة التي تصدت خلالها قوات الشرطة بعددها وعتادها المتواضع لجيش بريطانيا العظمى. بدأت الحكاية في عام 1952 بعدما وصل التوتر بين مصر وبريطانيا إلى الذروة بسبب رغبة البريطانيين في طرد الشرطة من مدن القناة للاستفراد بالفدائيين بعد تزايد العمليات الفدائية ضد المحتل. وفي 25 من يناير عام 1952 وعندما رفض رجال شرطة الإسماعيلية البواسل الانصياع لطلب القوات البريطانية بالانسحاب من مبنى المحافظة وتسليم أسلحتهم، دارت معركة شرسة بين الطرفين. 850 شرطياً يحملون بنادق قديمة الصنع يتصدون بشرف وكرامة وبطولة لسبعة آلاف جندي بريطاني متججين بأحدث الأسلحة والعتاد. ودارت معركة غير متكافئة استمرت 6 ساعات وانتهت باستشهاد نحو 50 شهيداً وإصابة أكثر من 80 مصاباً وخروج أبطال الشرطة مرفوعي الرأس من مبنى المحافظة ليسطروا بدمائهم ملحمة بطولية لا تزال خالدة في سجلات التاريخ المصري.